جدتي مش كده خالص، جدتي ما اعتذرتش لان هي عمرها ما كانت بتشوف انها بتعمل حاجه مش مهمه جدا. هي كانت مؤمنه جدا باللي هي بتعمله، مؤمنه جدا بان فنها فنها قوي وفنها مهم وان الفن ده بيربي اجيال. فعمر ما كان الحجاب هيأثر على ادائها او على فنها او على تمثيلها، وده كان بيخليني ما اشوفش الحجاب، ما احسش ان في حاجز ما بيني وما بينها زي ما انا غصب عني بحسه مع ناس ثانيه، وهم حتى ناس ثانيه ممكن يبقوا حاسوا ده في نفسهم من بحور التمثيل. فهي ما كانش عندها ده خالص يعني. حتى كمان ماما كانت تحكي لي انه ناس كتير كانوا فاكرينها هتعتذر، قالت انا هعتذر عن ايه؟ انا ما بعملش حاجه حرام. قالت انا بعتذر على ايه؟ اللي اعتذروا اللي بيعملوا حاجه حرام، انا ما بعملش حاجه حرام. وتمثيلها حقيقي نضج مع الحجاب وبقت في حته تانية خالص بالنسبه للجمهور وبالنسبه للفنانين. فانا بحب جدا حبها للفن لان هي بتقدسه بجد كقدسيه رهيبه. انا عاشرت جدتي اكتر ما عاشرت جدي كتير، وحبها واحترامها للفن علمني ان الفن مش مجرد ان انا امثل او ان انا اعمل دور علشان الناس، طبعا الناس بتبص تتفرج، بس هي رب. انا حاسه انها ربت ان الفن مش مجرد ان انا امثل او ان انا اعمل دور علشان الناس، طبعا الناس بتبص تتفرج، بس هي رب. انا حاسه انها ربت بادوارها. الناس اتعلمت حاجات كتير في حياتها، والناس اتعلمت حاجات كتير في سلوكها. وهي كانت دايما تقول ان التمثيل ان لا تمثل، انك انت ما تمثلش، انت تعيش الحاله بجد. فانا بحب ده قوي فيها، وحقيقي انا نفسي ابقى ربعها ان شاء الله. والحقيقه انت جاوبتيني على السؤال انا كنت عايز اساله لك، بس انت جاوبت عليه سؤال الحجاب تحديدا، اللي هو الى اي مدى هي كانت متساجمه مع ده ومتقبلاه وقادره انها تكمل بيه، لان انا شفتها في حفلات الاوبرا وهي بتغني بالحجاب ومندمجة ومتسجمة وسعيدة تاني وكأن هي نفسها هو السلطان اللي كانت تغني في الخمسينات والستينات والسبعينات بدون أي فرق يعني، وبنفس الشغف والاستمتاع في بما تؤديه. لا مصدقة. أنا جدتي ليه إحنا بنحب تمثيلها كمان بالحجاب قوي؟ لأنه هي مصدقة في اللي هي بتعمله، هي مش شايفة إنها بتعمل حاجة ضد مبادئها أو ضد قناعتها. وهو من هنا جه الموضوع انه لما قالوا لها هتعتزلي بقى فنانه لما تتحجبي، قالت لهم اعتزل عن حاجه، يعني اعتزل عن لو حابه اعمل حاجه غلط، انتوا تعتزلوا لانكم بتعملوا حاجات غلط. بس انا